مش مشكلة. أنا ممثلة وبحب الفن بكل أنواعه، وبحب الرياضة، بحب الكلاب، ما بحبش القطط. إيه نقاط القوة بتاعتك؟ نقاط القوة التزامي، والضعف تأثيري اليوم الدين، يعني أحس إن أنا ظلمة نفسي، يعني ظلمة نفسي في إن أنا يعني حاجة خاصة، يعني لا يعني لو أنا يعني أكتر نقطة الضعف أحس إن أنا ضعيفة لما أحس إن أنا خرجت من بيتي. و ليه التزام؟ أنت خارجة من بيتك متأخر، واحدة رجعت متأخر. مش فاهمة أنت بقولك التزام برضه، يعني دلوقتي أنت إحنا قاعدين الأذان جدا وسامعين وقاعدين بنرغي مع بعض ومصليناش، وبعدين إحنا نزلنا ماشي، وبعدين روحنا وجينا وإدي الأذان اللي بعده ومصليناش، أحس ساعتها إن أنا قلبي مش من حجر ما